أعزائي متابعي البوابة نيوز، أهلا بيكم في لايف جديد النهاردة من محافظة المنيا. بننقل لكم فعاليات مبادرة مهنتك مستقبلك اللي أطلقتها وزارة القوة العاملة ومديرية القوة العاملة في المنيا في إطار مبادرة حياة كريمة. إحنا هنا في قرية أبيوها، إحنا هنا في عربية متنقلة لتعليم السيدات على الخياطة والتطريز من أجل دخولهم سوق العمل، بتأهلهم إن هم يتعلموا مهنة ويتعلموا حاجة يعملوا بيها مشروع فيما بعد هذا التدريب، تعلموا الخياطة والتفصيل والتطريز كافة ما يؤهلهم لعمل مشروع فيما بعد فترة التدريب. طبعا وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبالتعاون مع جمعية نور القمر هنا في أبيوها بيوفروا الخامات وبيوفروا المعدات، وزي ما حضراتكم شايفين دي عربية متنقلة بتجوب الكرة، يعني بتوصل للمتدرب أو المتدربة لحد بيته يعني، وكلها مجانية بيقدموا عليها، ليها من سن 18 ل 45 سنة، بيجيبوا صورة البطاقة ويقدموا بس، والمقبولين بيتعلموا الخياطة والتفصيل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا عاوزين نقول ان مبادرة مهنتك مستقبلك دي مبادرة رئاسية لتدريب السيدات والشباب لسوق العمل للقضاء على البطالة طبعا ضمن حياة كريمة. لو لاحظنا ان مبادرة حياة كريمة ما اقتصرتش فقط على تطوير القرى من حيث الخدمات، لكن بتهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل والقضاء على البطالة عن طريق الوحدات التدريبية المتنقلة دي اللي بتذهب إليهم في القرى لتدريبهم للحصول على فرصة عمل زي ما حضراتكم شايفين كده. نتعرف بيكي، قولينا يا بابا انت عرفت ازاي عن المبادرة دي؟ اختي متطوعة في جمعية نور القمر، قالت لي عليها، وانا الصراحة كنت حابة ان انا اتعلم الخياطة وازاي اقعد على مكنة يعني عارفة ان انا استخدمها صح من غير ما اتأذى منها، وفي نفس الوقت انتج منها كويس. طيب انت عاوزة تعملي مشروع بعد كده؟ يعني حتى لو حاجة بتفيدني تنفع عيالي، وفي نفس الوقت حاجة يعني قريبة كل حاجة. طب تقولي ايه المبادرة حياة كريمة والقوى العاملة على المبادرة دي والجمعيات مبادرة مهنتك مستقبلك اللي جابت لكم التدريب لحد البيت؟ هي والله كويسة المبادرة، يعني استفدت بيها اكتر يعني عن الاول، ونمت عندنا ان احنا نقدر نطلع وندور في مكان قريب كويس ويقدر يؤهلنا ان احنا نقدر نتعلم حاجات نعملها في البيت. تمام. نتعرف بيكي، استفدت ايه بقى لحد دلوقتي من المبادره دي؟ اسمك ايه الاول؟ سوزان. استفدت ايه يا سوزان؟ بس علي صوتك شويه. استفدت ايه لحد دلوقتي؟ هتكملي بعديها وتجيبي مكنه يعني. اللي تعرف بيكي؟ لعلي صوتكم شويه يا جماعه. استفدتي ايه من المبادره دي؟ تعلمت الخط الجوي، انا ما كنتش عارف ان تمسكي المقص كده وتقصي بطرون؟ هم علموكوا ازاي تمسكي المقص وتقصي البطرون؟ هم جابوا لكم الخامات ووفروا لكم الخامات دي؟ الخامات والقماش والابر والخيط كل حاجه هم اللي جابوها. طيب انت ناويه بعد كده انك انت تفتحي فرصه عمل او انك انت تجيبي مكن خياطه في البيت، مكنه وتشتغلي عليها؟ تفتحي مشروع يعني؟ بفكر ان انا افتح مشغل عشان خاطر اشغل البنات اللي هي خايفه ان هي تفتح مشروع وكده وفلوس. انا فكرت ان انا بعد ما اتعلم هفتح مشغل ان شاء الله ونشغل البنات. جميل ان انت تفتحي مشغل باذن الله. بنكمل. نتعرف بيكي؟ اسمع عبد الباسط، انا من ابو القوس. سمعت عن المبادره الحلوه دي من جمعيه نور القمر، هنا
اتعلمت الجرس، اتعلمت جرس البطرون، اتعلمت ابدا على المكنه والضمها، اتعلمت حاجات كتير واستفدت حاجات كتير، اعمل جيب، اعمل حاجات لاطفالي، اعمل حاجات للمجتمع. يعني مبادره حلوه بصراحه. يعني انت سمعتي عنها ازاي؟ من جمعيه نور القمر عندنا بغرفات، بيرحبوا البنات، بيعلموهم الحاجات الحلوه دي، خياطه وجص وقعده على المكن. وانا جيت هنا بصراحه ولقيت كل الامكانيات متاحه. طب تقولي ايه لمبادره حياه كريمه وزاره القوى العامله؟ لا حلوه خالص. اللي وفرت لكم الفرصه دي وجابتها لكم لحد البيت. مزيد من النجاح ومزيد من التقدم والفرص الحلوه دي للناس كلها، البنات والسيدات والكرة والأمان. طب انت كنت متعلمه تمسكي مقص وتقصي قبل كده البطرون؟ انا عندي فكره من المؤهل بتاعي، بس بصراحه نزلت معلومات اكتر، استفدت حاجات كتير ومجربه ربنا يبارك فيها. المؤهل بتاعك ايه؟ معاكي ايه؟ معايا دبلوم فني الجسم بتاعي. فتعلمتي في قسم الملابس؟ اتعلمت حاجات كتير بصراحه. لكن هنا اتاهلتي اكتر، علمتك اتعلمت حاجات كتير، جابوا لكم الخامات والمعدات. كل حاجه متوفره بصراحه وكل الامكانيات متاحه، وتعلمت حاجات كتير بصراحه، يعني حاجه حلوه خالص. تمام، احنا ما زلنا معاكم اعزائي المشاهدين. مبادره مهنتك مستقبلك. وفرتها وزاره القوى العامله لتدريب السيدات للالتحاق بسوق العمل. هنتعرف دلوقتي خليكي كده مكانك. نتعرف عليكي. احسان شحاته، مدربة تفصيل. انا خبير مدرب في جامعه المنيا، باحث ماجستير، واشتغلت تبع القوى العامله. اشتغلنا في قرى تبع حياه كريمه، اشتغلت في ملاوي، واشتغلت في درمواز، حاليا شغاله معاهم هنا في ابيوها. بشكر جدا طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادره حياه كريمه. وبشكر طبعا وزاره العمل القوى العامله، وبشكر طبعا مديريه القوى العامله بالمنيا واستاذ محمد صلاح واستاذ ايمن الجزار ان هم اتاحوا للسيدات اللي زي دول ان هم يتعلموا مهنه التفصيل. طبعا بنشكر جمعيه نور القمر ان هم اتاحوا الفرصه دي بالتعاون مع وزاره التضامن ووزاره القوى العامله ان هم هيعلموا الفتيات دول على القص والبطرون وازاي يقعدوا على مكان لمده شهر كامل يعني. طب وانت لما بدات تعليم هم طبعا ما كانش عندهم فكره خالص؟ لا نهائي. بتعلميهم ايه بقى قولي لنا؟ البدايه طبعا لازم السلامه والصحه المهنيه في الشغل بتاعنا في المكان اللي احنا فيه، انها تحافظ على المكان، تاخد بالها من الاسلاك، القعده على المكان، ازاي تضم المكنه. بعديها بدات اعلمهم ازاي ياخدوا المقاسات الشخصيه ليهم. كل واحده اخذت المقاس لصاحبتها وصاحبتها اخذت المقاس ليها. بدانا امبارح ان اعلمهم ازاي يعملوا بطرون جيبه. علمتهم ازاي ياخدوا مقاسات للبطرون الجيبه اللي هو القطعه الاسفل، وعملوا البطرون، والنهارده كنا بنقفل للجيبه. طيب يعني انت كنت في الدوره اللي قبل كده؟ فين؟ في نفس الدوره دي اللي خلصت؟ في ابيوها. هي اول مره انا بضرب هنا، فكنت بضرب في اماكن ثانيه. طيب هل هم متجاوبين معاكي؟ بيتعلموا بسرعه؟ جدا ما شاء الله، حلوين قوي. يعني في الاخر هيقدروا ان هم يعملوا مثلا قطعه ملابس جاهزه، مثلا يعملوا فستان او يعملوا جاكيت او يعملوا كده؟ منتظرينك تيجي في اخر الدوره تشوف الشغل اللي هم هيطلعوه ان شاء الله. طيب بيبقى شروط من سن كام لكام بيجي هنا؟ بيبقى طبعا هو ما ينفعش السن القاصر اللي هو اقل من 18 سنه، لا طبعا من بدايه 18 فيما فوق. اهم حاجه انها تكون متعلمه على الاقل، يكون معاها محفوظ 100، وهم ما شاء الله معاهم شهادات فبيقدروا يتعلموا الباترون. الباترون ده مهم طبعا. طيب يعني تقولي ايه لمبادره حياه كريمه اللي جابت الفرص دي للفتيات والسيدات لحد عندهم في القرى؟ يعني هم مش بيروحوا مسافه دلوقتي، هي العربيه المتنقله جات لهم لحد البيت. العربيه المتنقله بتتنقل من اماكن كتير على حسب قرى حياه كريمه، حاليا موجوده في ابيوها من فتره، فدي حاجه كويسه جدا. احنا بنشكر طبعا حياه كريمه على كده، وبنشكر وزاره التضامن ووزاره القوى العامله على اتاحه الفرص دي للسيدات. بتساعد على التمكين الاقتصادي طبعا للسيدات، ان هم بيقدروا يعملوا تفتح ليها مشروع بيها، تفتح في البيت، تجيب مكنه وتفتح في البيت طبعاً، وتحسن من مستواها المعيشي. ده اصلا مهنه التفصيل مهنه ساميه جدا، انها تقدر تشتغل بيها وتعمل مشغل بعد كده. لو هم ثلاثة أربعة جنب بعض في مكان واحد يقدروا يفتحوا مشغل مع بعض، يعملوا اتيليه مثلا، اتيليه او مشغل او مصنع صغير. بنشكرك استاذه احسان، ونتمنى لك التوفيق في الدوره دي ان شاء الله. طيب استاذ احمد،
هيكلمنا برضو. انت كنت في المبادره اللي قبل دي يا استاذ احمد؟ في الدوره اللي قبل دي. هو الجمعيه ليها دي المبادره الثالثه، تدريب المجموعه الثالثه في التدريب على الخياطه. الايام الاولى مجموعتين في التدريب المهني في المنيا الجديده، ودي الاولى في الثالثه تعتبر بالنسبه لنا في العربيه المتمرنه. طيب هل بتلاقوا تجاوب واقبال من السيدات؟ يعني في اقبال على التدريب؟ بمجرد ان الجمعيه نزلت اعلان على الفيس ووصل التواصل الاجتماعي والصفحات الرسميه لمركز ابو غرباص، تواصل معنا العديد من السيدات للاشتراك في الدوره، وده اللي خلانا ان احنا في مده قصيره نعمل ثلاث دورات، خلال مده قصيره جدا يعني. طيب في الدوره اللي فاتت كانت الفتيات تاهلت فعلا وبيعرفوا يعملوا نموذج؟ لسه مستمره الدوره يعني، شرفت على الانتهاء. خلال 15 يوم كانوا طلعوا منتج جميل جدا جدا جدا. تمام. وهل هم فعلا بيخططوا بعد كده؟ يعني لقيت نماذج ان هي عايزه تعمل مشروعات بعد كده؟ من يعني اهداف الجمعيه ان هي مش بس التدريب، ان هي كمان تساعد المتدربه ان هي كيف تعمل مشروع. طبعا يعني مسؤول المشروعات في الجمعيه تواصل معاه، ممكن اللي عايز يعمل مشروع احنا ممكن نوفر له مكنه، ان هو ممكن ثلاثه مع بعضيهم مجموعه يكونوا مجموعه وكده، ويبتدي ان هم يشتغلوا من خلال الجمعيه. تمام، ان هي تساعدهم توفر لهم الامكانيات والخبرات. طب حضرتك تقولي مبادره حياه كريمه ووزاره القوى العامله ومديريه القوى العامله اللي اتاحت للجمعيه فرصه ان هي تقدر انها تدرب الفتيات بالعربيه المتنقله دي اللي اطلقتها وزاره القوى العامله؟ هي مبادره جميله جدا، ويعني احنا استشعرنا يتقوتوا منها ويزودوا بينهم الدخل، وان هم فعلا عمليه التمكين الاقتصادي للمراه هامه جدا، ودي كانت فرصه طيبه جدا ان هم خاصه في القرى والريف، لان هي حياه كريمه بتهدف لتطوير الريف المصري. كمان احنا يمكن في التدريب في المنيا الجديده هلفت نظر حضرتك ان المسافه بعيده، الجمعيه قامت بتوفير مواصلات على حساب الجمعيه على نفقتها الخاصه. تمام، حتى تساعد الناس اللي هي في الارياف ان هي توصل للمنيا الجديدة. لكن التدريب ده جه لحد البيت يعني، هنا عندهم هم من البلد هنا. دي في اطار القرى الاكثر احتياجا، بيتم توفير العربيه المتنقل في القرى الاكثر احتياجا. تمام، بشكر حضرتك جدا. اعزائي متابعي البوابة نيوز، احنا بنشكركم جدا، كنا معاكم النهارده في عربيه القوى العامله العربيه المتنقله لتدريب الفتيات والسيدات ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك اللي أطلقتها وزارة القوة العاملة ومديرية القوة العاملة بالمنيا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتدريب الفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل وتعليمهم الخياطة والتطريز والبترون من أجل أن هم يعملوا مشروعات بعد كده ويحسنوا من مستواهم ودخلهم الاقتصادي، يعملوا مشروع مثلا اتيليه او يعملوا مشروعات مشتركه ما بينهم من اجل رفع الحاله الاقتصاديه للمراه الريفيه، وده طبعا في اطار اهداف حياه كريمه لتطوير قرى الريف المصري وتمكين الاقتصادي للمراه. بنشكر حضراتكم ونلتقي في لايف جديد. كانت معكم من محافظه المنيا اسماء منتصر من محافظه المنيا.